بعد الماتش ضد أنغولا حقق ياسين مرياح قلب دفاع المنتخب الوطني التونسي رقم قياسي ما سبقوا لي حتى لاعب تونسي بعد خوضه 24 مقابلة متتالية مع المنتخب كأساسي، مع امتياز لعبه 90 دقيقة في جميع المقابلات باستثناء مقابلة بولندا الودية اللي لعب خلالها فقط الشوط الأول. بداية ياسين مع المنتخب كان ضد الكونغو يوم 11 جوان 2019، أي أنه اللاعب بقى أكثر من عامين محافظ على مكانه في محور الدفاع. في المقابلات هذو مسجل مرياح 2 أهداف، بينالتي ضد الكونغو الديمقراطية في رادس ضمن تصفيات كاس العالم، وهدف الفوز ضد النيجر في تصفيات الكان الحالية. كما ضيع ياسين بينالتي ضد بولندي في المقابلة الودية الأخيرة استعدادا للكان. في المقابلات هذو أيضا لعبهم ياسين كأساسي قبلنا 25 هدف، معدل أكثر من هدف في كل مقابلة. أكبر عدد من الأهداف اللي قبلناهم في مقابلة واحدة في وجوده كان 5 أهداف في المونديال ضد بلجيكا و3 أهداف ضد المنتخب المصري في تصفية الكأس. في المقابل عمل المنتخب في 8 ماتشوات كلين شيت، أي 3 الماتشوات اللي لعبهم مدافع أولمبياكوس كأساسي. اللاعب السابق للسي اس اس حافظ على مكانه الأساسي مع 4 مدربين قابلوا المنتخب في 24 ماتش. نبيل معلول أول من منحو الثقة للعب، فوزي البنزرتي، ميري كانزاري في 2 ماتشوات اللي قاد فيهم المنتخب، وألان جيريس اللي كلهم كانوا يبدلوا اللاعب الثاني معاه في اللاكس ويحافظوا على ياسين كأساسي.